السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نراجع بإذن الله تعالى ما أخذنا في الدرس الماضي، ونذكر بعض الفوائد التي لم نذكرها في الدرس الماضي، ثم نذكر شيئا عن قصة إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. نعم، قصة إبراهيم عليه السلام. نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلنا أبوه هو آزر، ما الدليل؟ الشيخ سعود. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نعم، وكان نسأل العافية والسلامة على الكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى من على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن كان لديه حجة وأدب في المناظرة، وعندما أراد دعوة أبيه ناداه بماذا يا شيخ سعود؟ الأسئلة اليوم لك. قال له، نعم، ماذا قال لأبيه؟ يا أبتي. نعم، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا من الحكمة في الدعوة، ناداه مع أن النداء يكون للبعيد، مع أنه قريب كان منه، يناديه حتى ينتبه له، النداء للتنبيه، ويقول له يا أبتي، هذه من الحكمة في الدعوة حتى يرق له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب، ماذا قال له؟ قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم، فذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى قدر على إبراهيم عليه السلام ابتلاءات في أول حياته الدعوية، ثم بعد هذا جاءت البشارات. نعم، الزوجة سارة وهاجر، الأبناء ذكرنا إسماعيل وهو الذبيح سيأتي معنا، وإسحاق، وقلنا فرعين، الفرع الأول إسماعيل، ومن إسماعيل كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق ثم ولد له يعقوب، ويعقوب ولد له يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن في قصة إبراهيم عليه السلام سنذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصة لوط عليه السلام، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، ويتبع بعد هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذريته، وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام. نعم، وقلنا أن تفرع فرعين من إبراهيم، لأنه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فرع كان منه بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ثم عندما لم يقوموا بالنبوة والرسالة انتقلت من الفرع الأول إلى الفرع الثاني إلى فرع إسماعيل، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وختمت به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. نعم، مناظرته لأهل بابل إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من بلد إلى آخر، صح ولا؟ أولا في العراق، ثم إلى الشام، ثم إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، وكان يذهب إلى مكة، بنى الكعبة وينظر إلى إسماعيل وزوجة هاجر وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر من مناقب إبراهيم عليه السلام. نعم الشيخ، تكسير الأصنام من مناقبه. نعم، مناقب إبراهيم عليه السلام. طيب، لو قال لك قائل أريد دليل من القرآن على مناقب إبراهيم عليه السلام. نعم،
إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم، هذا دليل الثاني. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة إماما قلنا يقتدى به، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها، قانتا لله إخلاص، حنيفا مقبل الله مدبرا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، البراءة من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه، وغير هذا من المناقب. الخليل الدليل. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقلنا فيما نعلم لم تثبت الخلة إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والخلة هي التي تملك سويداء القلب، يعني القلب لا يستطيع أن يدخل أحد، قلبه مملوء بمحبة الله. نعم. تكسيره للأصنام. تكسيره للأصنام، وذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر مع أبيه ومع قومه كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، وهو إمام خليل الله أثنى الله عليه. وماذا بماذا يدعو؟ اسمع اسمع يا سعود، شوف، كسر الأصنام بيده خليل الله أثنى الله عليه، أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الذي وفى أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء. طيب بماذا يدعو؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني مع هذا التوحيد والإمامة فيه وكذا يخاف على نفسه من الشرك. إذن أنت من باب أولى، صحيح؟ إذا كان الخليل يخاف على نفسه ويدعو بهذا الدعاء، يقول واجنبني، يعني يا الله اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أراهم، هذا البراءة من الشرك، واجنبني وبني. ومن بركة هذه الدعوة أنه لم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم كل ما عبد من دون الله على صورة، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله على صورة وعلى غير صورة. يخاف على نفسه. إخواننا في هذه الأيام نستقبل، ماذا نستقبل؟ نستقبل الحجاج الآن، والقلوب تتشوق إلى الحج. ونذكر في قصة إبراهيم عليه السلام أنه نادى في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الحج إخواننا، شعار الحج ما هو؟ من يعرف شعار الحج إيش هو؟ ها؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني إجابة بعد إجابة. تجيب ماذا؟ تجيب نداء الله سبحانه وتعالى، حيث أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي بالناس لحج هذا البيت. نحج لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا لغيره. إذن يا أخواننا كل ما نتذكر الحج نتذكر التوحيد، صحيح؟ لأنك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية هي لا إله إلا الله. قال جابر عليه السلام، جابر رضي الله عنه روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل، يقول عندما استوت دابة النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء، يعني بعد الميقات هنا، أهل بإيش؟ قال أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج والله لا يقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الثاني المتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا لابد الحجاج نذكر أنفسنا ونذكر هؤلاء أنهم يحجوا لمن؟ لله سبحانه وتعالى.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج. قال: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. نعم، فبعض الناس يريد يذهب للحج حتى يقال عنه إيش؟ يعرف هذا. يقول: عندنا في البلد هناك عندما يرجع الحجاج، رجع رجل اسمه حسن من عندكم من أفريقيا، ورجع إلى البلد وصديق من أصدقائي يناديه يقول: يا حسن. هذا حسن ما يلتفت إليه. يقول: يا حسن. هذا ما يلتفت إليه. يا حسن. ثم التفت إليه، قال: تنادي من؟ قال: ناديك أنت حسن صديقي. قال: أنا أدفع 25,000 ذاك الزمن، ممكن أنا 40. يقول: أنا أدفع 25,000 وأصنع وليمة وأغير اللوحة عند البيت وأكتب الحاج حسن وأنت تقول لي حسن؟ ثم أخواننا بعض الناس يأتي إلى الحج هنا أو إلى أي مكان وبدل أن يحج إلى الله سبحانه وتعالى يحج إلى القبور، يحج إلى الأولياء، إلى الصالحين، يدعو الأولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الحج المبرور. كيف نعرف أنه مبرور؟ خالص واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخليل عليه السلام لاقى ما لاقى من الابتلاءات. وأنا كنت أفكر في الوظائف الآن، كثير من الناس اليوم يعني يفكر في نهاية الوظيفة إيش؟ تقاعد، صح ولا؟ حتى أنت الآن بعد الجامعة قال خلاص خروج نهاية وانتهينا، أتقاعد يقول أرتاح. طيب، إلا وظيفة واحدة ما فيها تقاعد، ما هي؟ وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين يعني إلى الموت. والعلماء يقولوا من المحبرة إلى وين؟ إلى المقبرة. والعبادة لا تسقط عن أحد ما عقل وعلم، ما يمكن تسقط عن أحد. لو كانت تسقط عن أحد العبادة لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم، هو المدخل الآن هنا عندنا أن الناس تأتي إلى الحج، لابد أن نتذكر المواقف التي وقف فيها الخليل عليه السلام. زمزم، الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل مكة بهذا الماء، أرض ليس فيها ماء ولا كلى. جاء أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بأن يضع إسماعيل في وادي غير ذي زرع، لا ماء لا طعام لا شجر ولا شيء. وضع هاجر مع ابنها الرضيع إسماعيل وتركها وانصرف، وهاجر تناديه تقول: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ ما يلتفت إليها امتثالا لأمر الله وإبراهيم الذي وفى، لا يلتفت إليها، تناديه تناديه لا يلتفت. نظرت أن هذا ليس خلق إبراهيم، هي تعرف إبراهيم عليه السلام، عرفت أنه هذا يعني ليس من إبراهيم، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ وقت هذا الوقت التفت إليه، قال: نعم. قالت: اذهب فوالله لا يضيعنا الله. فالذي يكون مع الله سبحانه والله لا يضيع الله سبحانه وتعالى. خديجة رضي الله عنها أخواننا قبل أن تدخل في الإسلام، عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم خائفا
جاء إلى من؟ إلى عمه؟ إلى قومه؟ لا، جاء إلى خديجة رضي الله عنها. قال: يا خديجة، إني خشيت على نفسي. ماذا قالت له؟ قالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. كيف عرفت؟ عرفت أن مثل الأخلاق التي الله سبحانه وتعالى من بها على هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخزيه. ثم جاءت زمزم، آية كرامة، وسيأتي معنا أنها آية لإسماعيل عليه السلام. زمزم، الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة تتذكر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: عندما يسعى سعيا شديدا بين العلمين، صح، الآن في السعي نسعى سعيا شديدا بين العلمين، يقول: تتذكر بهذا السعي سعيك إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما تسعى إلى الله في هذه الدنيا يكون هذا على الصراط. مفهوم؟ إذا أنك اليوم تمشي إلى الله مشي، ستمشي على الصراط مشي، تجري تجري. وقيل لأحد السلف رؤية في المنام بعد موته، قالوا: ماذا صنع الله بك؟ قال: وضعت الأولى على الصراط والثانية في الجنة. منهم من يمر كالبرق لأنه يسعى سعيا شديدا. فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: عندما تسعى الآن بين العالمين تتذكر سعيك إلى الله سبحانه وتعالى، تشتد في هذا السعي ظاهرا وباطنا. نعم. ثم اطمأن على حياة إسماعيل عليه السلام بأن سأل زوجة إسماعيل، قال لها: كيف حالكم؟ قالت: في شر حال. قال: ما طعامكم؟ قالت: الماء واللحم. فيعني مرتاح، عرف أنه البيت ما فيه استقرار. فقال: إذا جاء إسماعيل أقرئه من السلام. عرف حال الإبن الآن، وأمريها أن يغير عتبة بابه. ثم تزوج، طلقها وتزوج وجاء ولقي زوجة ثانية، فقال لها: كيف حالكم؟ قالت: في خير حال. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. فدعا. شوف أخواننا، الإنسان عندما يشكر النعمة، يقول بعض العلماء: ما استجلبت النعم بأكثر من الشكر. تريد النعم تأتي، إيش تصنع؟ أشكر. والدليل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، فعندما تشكر تأتي النعم. ولهذا ترى بعض الناس دائما يتأفف: كيف الحال؟ قال: تعبانين. إيش الأخبار؟ قال: يا شيخ الكذا والكذا ولا الأسعار وكذا. وهذا دائما نسرع في السلام. وبعض الناس تسأله: يعني الجو حار؟ قال: الحمد لله، عشان يطيب الرطب. كيف الأمور؟ قال: والله في نعمة. دائما تسأله يحمد الله. فقالت: في خير حال. فدعا. وقالوا، قال العلماء رحمهم الله: منذ أن دعا إبراهيم عليه السلام بالبركة في الماء واللحم لمكة، لأهل مكة، ما انقطع عنهم لا الماء ولا اللحم. وهذه آية أن زمزم إلى يومنا هذا وهو فيه ماء، واللحم يقول لا ينقطع عن أهل مكة، وأنتم عندكم الآن الأضاحي والهدي وكذا. نعم. تتذكر أيضا بالذبيح إسماعيل عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأن أمر بأن يذبح إسماعيل عليه السلام، وامتثل إسماعيل وامتثل إبراهيم وتم المقصود، وأن قلب الخليل مملوء بمحبة الله، وقدم محبة الله على محبة الولد ففدي إسماعيل. نعم. ولهذا عليه السلام لقب بالذبيح. نعم. قال:
نجاته من النار من آياته آيات إبراهيم عليه السلام آيات كثيرة منها نجاه الله سبحانه وتعالى من النار. نعم قال سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ماذا قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار؟ ها نادى الأولياء الصالحين، ها إخواننا، وقت الشدة ووقت الرخاء لا يمكن نلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل في أحد، لقي أبو سفيان وكان ذاك الوقت لم يدخل في الإسلام، لقي ركب قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أننا نعد العدة ونأتي حتى نقضي على من في المدينة. فجاء الركب الذين قال لهم الناس، أي الركب، إن الناس يعني قريش والأحزاب قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا صنعوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالتجهز، لم يأتي أحد. لماذا؟ لأنهم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم قالها إبراهيم عليه السلام. نعم قال محاجة النمرود. محاجة النمرود لأن النمرود خاف على سلطانه وعلى ملكه، ورأى أن هذا الصغير يعني شاب ممكن أن يؤثر في دعوة الناس للتوحيد. فناظر إبراهيم عليه السلام، وكانت المناظرة منها ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم وقلنا هذا فيه يعني أدب المناظرة، وتركوا في المسألة الأولى ولم يناقشوا فيها، وجاءوا بحجة أعلى من الحجة الأولى. وقلت لكم في الدرس الماضي لماذا لم يقل النمرود لإبراهيم عليه السلام أنه هو الذي أخرج الشمس من المشرق؟ لأنه لو قال هذا كان قالوا له أنت كذاب، قبل أن تولد الشمس تخرج من المشرق، صحيح؟ أي نعم، إذن هو مخلوق. نعم هجرته إلى الشام، هجرته إلى الشام، نبي خليل أثنى الله عليه وابتلي بهذه الابتلاءات والهجرة وكذا، حتى تعلم أن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان. نعم فآمن له لوط. قلنا لوط عليه السلام، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قصة لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نعم سبحان الله، قوة الحجة والآيات، ما آمن إلا لوط عليه السلام وآمنت سارة. فانظر لا تقتر، يقول العلماء، بكثرة الهالكين. نعم عليك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نعم زواجه من سارة، قلنا تزوج أولا بسارة، ثم عندما ذهب إلى مصر وحصل ما حصل وكاد أن يعني
يأخذها ملك مصر، ودعا الله سبحانه وتعالى وهي دعت حتى تركها. وهذا من الابتلاءات التي مرت وفيه التجاء سار إلى الله سبحانه وتعالى ونجاه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا أمر ببناء الكعبة. أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، أول من نادى للناس بالحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل آيات عند هذا البيت، منها مقام إبراهيم. فالأقدام يقول التي قامت لله تبقى إلى يوم القيامة، من يقوم لله سبحانه وتعالى يبقى له أثر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك أي مبغضك منتقصك ذامك هو الأبتر، يعني الذي لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له أثر وذكر. شوف الآن تقول: قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله. ذكر باقي، لماذا؟ لأنهم أحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، محاجة. والمرء مع من أحب، نسأل الله من فضله. نعم، محاجته لأهل الشام في الكواكب. نعم، محاجته في الكواكب. وقلنا أول آية، أول آية ما هي عندنا؟ أول آية ذكرناها من الآيات: ولقد آتينا. نعم، إبراهيم. اقرأ: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذن إبراهيم عليه السلام على التوحيد، على الإيمان. عندما حاج هؤلاء في الكواكب، قلنا في أول الأمر حاج عباد الأصنام، الأمر المحاجة الثانية كانت عباد الكواكب، أراد أن يبرهن ويثبت لهم بطلان عبادة هذه الكواكب، أنها لا تصلح أن تعبد من دون الله، لا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا غيرها، وأن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فبدأ معهم بالتدريج وبدأ يتكلم معهم، وهذا من المحاجة. نعم، ولا يمكن أن ينسب الشرك سواء كان أكبر أو أصغر إلى أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بالخليل عليه السلام؟ نعم، بعد هذا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن هو يدعو الله سبحانه وتعالى، هو يعرف الله سبحانه وتعالى ويدعوه، ينبه هؤلاء إلى دعاء الله سبحانه وتعالى لا دعاء الكواكب. نعم، قصة هاجر وإسماعيل ذكرنا هذا يعني فيما سبق، والآن ذكرنا جزءا منه. نعم، بعده: قصة الذبح. قصة الذبح ذكرنا أن إسماعيل عليه السلام عندما كبر وأصبح يمشي مع أبيه، وهذا الوقت الذي يفرح فيه الأب بولده، والله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الخليل، هل دخلت محبة إسماعيل إلى القلب أو قلب الخليل مملوء بمحبة الله. وعندما كانت النتيجة أن قلبه مملوء بمحبة الله وقدم محبة الله سبحانه وتعالى عن محبة الولد، ماذا كان؟ كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى فدى هذا الذبيح عليه السلام. قال العلماء ومنه ابن القيم رحمه الله يقول: قل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، فكلا أخذنا بذنبه. فرعون قدم إيش؟ محبة السلطان
قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقي. قارون قدم محبة إيش؟ المال، عذب بماله. نعم، وهذا كثير. فكل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. وعندما قدم الخليل محبة الله سبحانه وتعالى، ها، كان إسماعيل ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبعد هذا جاء يوسف عليهم الصلاة والسلام. بشارات، لأنه قدم محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تقدم قلنا أراد، لماذا أخبر إسماعيل عليه السلام ولماذا لم يأتي مثلا وهو نائم ويذبح إسماعيل حتى يشارك في الأجر؟ الثاني حتى لا يعني يتفاجأ بهذا الفعل، والد يتقدم لقتل ابنه، مشكلة هذه، صحيح؟ نعم. ولهذا قلنا أنه لم يذكر في نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا في إسماعيل، حيث قال الله سبحانه وتعالى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صادق الوعد في ماذا؟ لأنه قال لإبراهيم عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم. طيب نكتفي بهذا الآن، نمشي إلى ذكر شيء من الكلام على إسماعيل أولا عليه السلام. نعم. أبواه، الاسم إسماعيل عليه السلام، الأب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الأم هاجر. نعم. لقبه رضي الله عنها. نعم. لقبه لقب بالذبيح عليه السلام. نعم. زوجته، زوجته قلنا تزوج من جرهم الزوجة الأولى، ثم أمره إبراهيم بطلاقها ثم تزوج الثانية، والله أعلم. نعم. قومه، قومه هو عليه السلام بعث إلى أهل مكة وهم جرهم. نعم. وهم من العرب، ها، العاربة، صحيح، هم أصل من أصل العرب، ثم شب فيهم وتعلم اللغة العربية وأصبح أتقن منهم في العربية، وأصبح هو منه العرب المستعرب، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. مما وصفه الله به، مما وصفه الله سبحانه وتعالى به، قال سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم. نعم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقلنا لم يذكر في أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا في إسماعيل أنه صادق الوعد. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم، رضي الله سبحانه وتعالى عنه. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. نعم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ذكره في القرآن، ذكره في القرآن ذكر 12 مرة عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. نعم. مما اختص به؟ اختصه الله سبحانه وتعالى بأنه الله سبحانه وتعالى اختاره بأن يساعد إبراهيم الخليل في بناء الكعبة. نعم. آياته، آياته الآية الأولى يقول زمزم،
والآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى نجاه من الذبح. نعم، هذه آية إسماعيل عليه السلام، والآية قلنا التي اتفق عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله صدقهم وأثنى عليهم وذكرهم بالجميل. نعم، موته مات عليه الصلاة والسلام كما ماتت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مات بمكة هو وهاجر. ومن العجب أن يعني يتكلم بعض الناس حتى وإن كان يعني في بعض الكتب أو كذا، لكن لم يثبت هذا لا في كتاب ولا في سنة، ولا يمكن أن يكون إسماعيل عليه السلام دفن في الكعبة، ما لم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة. وكيف يكون بيت الله سبحانه وتعالى وقبلة المسلمين فيها قبر، ونبي يدفن في مسجد من المساجد؟ لو كان هذا لعلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم، إسحاق. ولا يعلم، قاعدة عند العلماء رحمهم الله، لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن المكان تقريبا مثل موسى عليه الصلاة والسلام قال عند الكثيب الأحمر عند جبل الطور، المكان تقريبا، لكن بالتحديد ما يعلم هذا. نعم، إسحاق عليه السلام. إسحاق عليه السلام الأب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. وبعد بشر إبراهيم وسارة عليه الصلاة والسلام بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني سيعيش حتى يروا الحفيد. آية إسحاق ما هي؟ آية إسحاق ما هي؟ من يعرف؟ أنه ولد من أبوين كبيرين لا يولد لهما. نعم، قومه بعث إلى أهل الشام الكنعاني كما بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، مما وصفه الله به. نعم، إنا نبشرك بغلام عليم وباركنا عليه وعلى إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نعم، هذا من الفضائل التي جاءت في القرآن لإسحاق عليه السلام. نعم، ذكره في القرآن ذكر في 17 موضع والله أعلم. نعم، موته مات بالشام، وكما مات الخليل عليه السلام يقال بأرض فلسطين، ولكن لا يعلم مكان القبور للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.